هي مركبة صغيرة مصممة للعمل تحت الماء. شكلها الطويل الأسطواني يساعدها على الحركة. بفضل اختراع الغواصة استطاع الإنسان البحث عن حطام السفن الغارقة في البحار والمحيطات، وكذلك اكتشاف بقايا المدن التي غمرتها المياه عبر العصور القديمة، كالحضارات المنسية والآثار. كما ساعد اختراع الغواصة على البحث عن الكنوز المنسية والغارقة منذ القدم، وتساعدنا على استخراج بقايا السفن في الأعماق البعيدة. الغواصة من الاختراعات المفيدة التي ساعدت الإنسان لاكتشاف أعماق البحار،